مساء الخير أعزائنا مشاهدين كوبتكسات، أهلا بيكم وأولى حلقاتنا من البرنامج الجديد أحداثنا تتكرر. في بداية البرنامج طبعا بنرحب بأبونا القمص جبرائيل عبد المسيح كاهن كنيستي الملاك ميخائيل والشهداء بالكشح. أهلا بيك يا قدس أبونا. أهلا بيك يا أخت سمر، إزاي حضرتك عاملة إيه؟ الحمد لله بخير، أهلا بقدسك معانا والبرنامج الجديد. وإحنا هنبتدي يعني عايزين في الأول قبل ما نتكلم في موضوع حلقتنا النهاردة عايزين قدسك تقول لنا كده وتقول للسادة المشاهدين فكرة عن البرنامج عامة. اتفضل يا ابونا. اهلا بيكي واهلا بالسادة المشاهدين، وانا الاول بقدم شكري وتقديري لابونا الحبيب ابونا مرقص اللي دعانا للمشاركة معاه. ابونا خادم قديم ومحنك في الخدمة ومجاهد في اعلاء كلمة الحق في حياتنا، ونطلب منه انه يصلي لنا عشان ربنا يكون معانا في الخدمة الجديدة دي. بالنسبة لبرنامجنا أحداثنا تتكرر، احنا كنا نأمل ان الثورة اللي قامت في مصر في 25 يناير تعمل تغيير في نفوس الناس، لكن احنا شايفين الأحداث بتتكرر. يعني أحداث ما قبل الثورة بنشوفها بعد الثورة لكن بشكل جديد، أشخاص جدد لكن نفس الفكر ونفس السيناريو القديم بيتكرر وموجود كما يعني ما إلا بس أشخاص وما إلا مواضيع واخدة شكل جديد، لكن الفكر واحد والأحداث السابقة زي ما هيجي كلام كتير في البرنامج إنها بتتكرر كما هي. ده اللي خلانا إن احنا نتكلم عن أحداثنا تتكرر. يعني احنا مش شايفين تغييرات جوهرية بعد الثورة، علشان كده شايفين ان الماضي بيتكرر في الحاضر. طيب واحنا النهاردة هنبتدي يعني اولى حلقاتنا قلنا هنتكلم عن البلطجة، لان البلطجة بقت من الاحداث المؤسفة اللي كتير بتحصل وبقت تتكرر. الاحداث البلطجة بقت متكررة في مصر لدرجة فعلا الناس بقت تعيش في رعب كتير. الاول كانت في الاماكن المتطرفة، بقت منتشرة دلوقتي في كل المدن، يعني في العاصمة او القرى او في اي مكان، وبتتكرر مفيش ليها ضابط ولا رابط، فده بيزيد منها، بيزيد من توحش الناس. فمش عارفين ايه السبب في ده. اكتر حاجه طبعا هنركز عليها اللي هي اخر حدث اللي هو كان خاص بالماتش اللي هو اللي حصل في بورسعيد. عايزين قدسك تكلمنا عن احداث البلطجه المتكرره وبالتحديد عن موضوع بورسعيد. اتفضل يا ابونا. زي ما انا قلت لحضرتك يا سمر وبكلم الساده المشاهدين ان احنا كنا نتمنى تغيير جديد من خلال الثوره دي، كنا نتمنى في استقلال، في حريات تنفع النفوس، في نفوس جديدة تظهر وتكلمنا كلام جديد، في روح جديدة كنا نتمنى ان احنا نعيش بيها. لكن للأسف الشديد في كتير مننا بيستغل الحريات استغلال خطأ. عشان كده حتى في ناس كتير يقولوا ان الديمقراطية يصعب تنفيذها في الشرق الأوسط، في الدول العربية، في مصر. نشوف كده ظهرت في الأيام اللي فاتت دي ظاهرة البلطجة بصورة غير عادية، يعني بنحس بيها وبنسمع كل يوم أخبار جديدة، بنسمع كل يوم أحداث جديدة، بنسمع كل يوم عن تطورات للبلطجة، يعني شغل جديد ما كانش موجود في الأيام السابقة. فآخر حدث أو الحدث اللي عمل قلبان على مستوى العالم كله هو الأحداث اللي دارت في بورسعيد يوم الأربعاء اللي فات، يوم 1 فبراير. طبعا كلنا عارفين ان شعب بورسعيد ده شعب باسل، شعب طيب وشعب محب وشعب ليه تاريخ طويل في أيام العدوان وأيام الحروب السابقة في 56 وفي 67 وفي 73. شعب بورسعيد ليه تاريخ طيب، ما حدش ينكر كده، لكن الظروف اللي حصلت في بورسعيد خلت فيه علامات استفهام كتيره. وبرضو عشان احنا بنقر ان ده شعب طيب مش عايزين نحمل عليه كتير ان شعب بورسعيد هو اللي كان ليه الدور الاساسي في احداث يوم الاربعاء 1 فبراير. لا،
دي مواضيع عايزة فحص وعايزة تدقيق وعايزة دخول للعمق علشان نعرف مين اللي اشترك ومين اللي دبر ومين اللي خطط عشان نوصل للموضوع. لأن موضوع بورسعيد ده موضوع ليس وليد الصدفة، لأن فريق المصري ده يمكن لو فريق المصري مثلا اتغلب من الأهلي كنا قلنا إن الجماهير كانت متغاظة أو متضايقة أو ما احتملتش الهزيمة، لكن ده فريق المصري فايز 3-1. إذن دي قصص كانت مدبرة، سواء المصري فاز، المصري تعادل، المصري اتغلب، كان هيتم هذا العمل وهذا الفعل اللي حصل. طبعا موضوع مؤسف جدا، واحنا في الأول بنقدم التعزيات الخالصة لأسر الضحايا اللي استشهدوا في استاد بورسعيد. كارثة كبيرة جدا 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 بتعيشها البلاد وتأثرت بيها كل الدنيا، يعني حتى على مستوى الملاعب في أوروبا وفي الدول الغربية قبل أي ماتش بيعملوا دي أحداد لأحداث بورسعيد والاعتداء على جماهير الأهلي. فالكارثة دي اتخلينا نرجع نتكلم على دور الشرطة. دور الشرطة انت عارف حضرتك ان عمل الشرطة الأساسي ان المفروض الشرطة بتمنع وقوع الجريمة، يعني الشرطة من المفروض مش مهمتها انها تدور وتقبض على الجاني، انما قبل الجريمة ما تقع الشرطة من الواجب انها بتسعى بكل الجهد على اساس تمنع وقوع الجريمة. احنا عايز ألفت نظر ونظر السادة المشاهدين ان مش اول مرة الشرطة يكون ليها الدور السيء ده. يعني احنا لو رجعنا على حادثة بورسعيد دي ترجعنا شوية لورا لأحداث الكشح الأولى وأحداث الكشح الثانية. أحداث الكشح الأولى اللي كانت في أغسطس وسبتمبر 98، لو قعدنا نتكلم وهيجي الكلام في حلقات كثيرة عن الشرطة وماذا فعلت في الكشح. الشرطة اعتدت في الكشح على أعداد كبيرة جدا من أقباط الكشح في جريمة قتل راح ضحيتها 2 من الأقباط. كانت الشرطة بتدور إن لازم المتهم اللي قتل الاتنين الأقباط دول يبقى قبطي، لازم يبقى مسيحي. يعني لدرجة إني جت زارتني قيادات من الأمن بيقولوا لي إيه معلوماتك عن الحادث، فقلت لهم يعني ده احنا كنا لسه ما دفناش جثث الولدين الشابين بتوعنا بتوع الكشح، ايه معلوماتك على الحادث؟ فقلت لهم ان الحادث ده يعني ظروفه غامضة شوية فاحنا منتظرين. قالوا لي لا، الحادث ده عندكم، يعني عندكم. شوف جهاز الشرطة بيقرر امور قبل التحقيق وقبل الفحص. لازم الفاعل اللي قتل الاثنين المسيحيين دول مسيحي ومنكم. قلت لهم الايام بيننا، قالوا لي لا ده كلها ساعات. وبدأوا يعذبوا في المسيحيين بصورة أذهلت الدنيا كلها، وشكونا وصرخنا وعملنا أمور كثيرة جدا، لكن مفيش حد سمع لينا ولا فيش حد استجاب ولا سمع صرخات الناس الأبرياء. الكشح أيضا، الكشح الثانية في سنة 2000، الشرطة هي اللي دفعت المسلمين في الكشح إنهم يعتدوا على الأقباط وقتلوا مننا 21 مسيحي في عز النهار، والشرطة كانت مالية البلد، يعني كان في حظر تجول وكان في آلاف من قوات الشرطة جت لنا من كل المحافظات. لكن هذا هو عمل الشرطة طول السنين اللي فاتت، واحنا بنشوف الشرطة يعني تقوم بدور غير الدور الحقيقي ليها. الشرطة زي ما كان في شعار زمان في خدمة الشعب، لا، الشرطة احنا في الايام اللي فاتت دي احسسنا بانها ضد الشعب، مش بتخدم الشعب، دي بتخدم نفسها. طب معلش اعذرني يا ابونا، معلش اعذرني اني بقطع قدسك دلوقتي، بس اللي كانت الشرطة بتعمله ده، اولا انا مبسوطة ان قدسك القيت الضوء على الكشح، لان فعلا حوادث الكشح يمكن من الاحداث اللي اتظلمت،
اعلاميا، ما تسلطش عليها الضوء، ما كانش في توجه اعلامي ان احنا ممكن ننشر الحاجات اللي تخص الاقباط بالتحديد، وكان بيتدارى عليها دايما. ففي يمكن كتير من الساده المشاهدين ما عندهمش فكره واضحه عنها، فجميل ان قدسك القيت الضوء، وقدسك قلت لنا هتبقى هندرس الموضوع بتفصيل اكتر في حلقات قادمه ان شاء الله، يعني لان موضوع الكشح مهم. والشرطه معلش يعني زي ما كلام قدسك كده، اللي الشرطه كانت بتعمله ده كان نوع من البلطجه، ما كانتش بتقوم بدورها انها تحمي المواطنين او تظهر الحق الدافع عنهم، ما كانتش تعتبر الملجا للامان للمواطنين، هي كان نوع من يعني كانوا هم اللي علمونا البلطجه. دورها كان سلبي، كان وحش. اتفضل قدسك. الشرطه كانت بتساعد الناس، يعني في احداث الكشح الثانيه، الكشح الاولى احنا عندنا اسماء ان الشرطه عذبت 1014 مسيحي، واحنا قدمنا للمسؤولين هذه البيانات وهذه الاسماء، مفيش استجابه رغم انهم فتحوا التحقيق ووعدونا بان احنا ناخد حقنا، لكن طبعا لم يحدث هذا. في احداث الكشح الثانيه الشرطه بعد ما منعت المسيحيين من الخروج من بيوتهم خلت المسلمين يخرجوا في وقت متاخر من الليل، هاجموا على محلات المسيحيين وكسروها واعتدوا عليها وسرقوها. ويوم الاحد 2 يناير 2000 الشرطه ضربت المسيحيين بالغاز المسيل للدموع، منعتهم من الدفاع عن نفسهم، وفتحت الناحيه الثانيه للاخوه المسلمين انهم خرجوا واعتدوا على الاقباط وقتلوا 21 واصابوا أكثر من 50 مسيحي وحرقوا بيوت ودمروا البلد. الشرطة هي السبب. المسلمين في البلد احنا بيننا وبينهم علاقات جيدة. مش هذا الكلام علشان احنا على الهواء، أنا بدي حقائق. المسلمين كانت تربطنا بيننا وبينهم علاقات معقولة، كنا في تبادل بيننا وبينهم ود، ولكن الشرطة هي اللي أوجدت هذا الجو الرديء، يعني خلت الناس شالت من بعض. فالشرطة هي اللي كانت بتساعد الناس انهم يعملوا الجريمة. برضو كده يعني كنا نتمنى ان الصورة القديمة دي تنتهي ونبدأ بعهد جديد، لكن شفنا الشرطة برضو حضرتك زي ما انت عارفة هدم كنيسة صول، كانت فين الشرطة؟ شفنا الشرطة في حرق كنيسة امبابة، كانت فين الشرطة؟ ورغم ان الحدث ده او الاحداث دي في تجمهر، في اعداد من الناس متواجده، يعني في اعتداء هيتم، لماذا لم تمنع الشرطه هذه الاحداث ان تتم؟ كنايس بتتهد. الحدث الاخير اللي كان في اسوان تعدي على الكنيسه بتاعه المريناب، كانت فين الشرطه؟ وموضوع مش مثلا يجي فجاه حضرتك، ده موضوع بيبقى في ترتيب وفي اعداد ليه، وفي ناس بتتحرك والشرطه بترصد كل الامور دي وعندها فكره كامله عن هذا. فالشرطه عشان كده عنوان برنامجنا احداثنا تتكرر. اللي احنا شفناه في الكشح في سنوات ماضيه وفي الم وفي اوجاع لا يمكن انها تتشال من صدورنا بنشوفه في الايام دي يتكرر. هو برضو اللي حصل بعينه في بورسعيد، تعال نشوف بورسعيد حصل فيها ايه. اولا قيل من ناس كتيره في بورسعيد، وزي ما انا شفت في القنوات اللي بتذيع وجايبين محللين وناس بيتكلموا على ان كان في تخطيط وتدبير لهذا الحدث. جهاز الشرطه كان من المفروض انه بيرصد هذه التحركات، كان اضعف الايمان لما احس انه مش هيقدر يسيطر على البلد، ولا مش هيقدر يسيطر على استاد بورسعيد، كان الشرطه كان لغت المباراه، كان اتصلت بالقيادات. انا سمعت الوزير في مؤتمر صحفي بيقول ان مدير الامن لم يتصل بالوزاره ولا استنجد ولا طلب، دلاله على ان راضي على ان هتكون احداث في بورسعيد. يعني بيذكر ان كان في مباراه بين الاهلي والمحله في المحله، ولما الاهلي جاب جون تعادل بقت النتيجه 2-2، الجماهير نزلت واعترضت واتلغى الماتش، لكن الشرطه قفلت السكه ومنعت وقوع الجريمه ولم تحدث اي مشاكل في استاد المحله. ليه؟ لان الشرطه الوزير الداخليه اعلن ان مدير امن الغربيه اللي في حيازه
المحلة اتصل وطلب النجدة وقال ان عندي مشاكل في استاد المحلة وعمل احتياطات كاملة. ولذلك لما حصل ان الاهلي تعادل بمجرد ان الجماهير نزلت الشرطة تصدت ومنعت الجريمة. لكن في بورسعيد الوزير نفسه بيعلن في مؤتمر صحفي بيقول ان مدير الامن هو المسؤول الاول وجهاز الامن في بورسعيد هو المسؤول. ده على لسان الوزير محمد ابراهيم. ليه؟ لان لا هم اتخذوا اي اجراءات كافيه ولا استنجدوا ولا طلبوا معونه الـ الـ القيادات في الوزاره يقولوا لهم احنا هنعمل ايه؟ تعالي نشوف ترتيب الوضع شكله ايه؟ يبقى اول حاجه كان هناك مخطط وهناك تدبير والامن راضي عنه. ما عملش اي اجراء يظهر فيه، ما زودش عدد الامن المركزي ولا استنجد بالقيادات. نمرة اتنين تعال نشوف في فترة التسخين لما كان النادي الاهلي نزل يسخن في الملعب كان في ضرب شماريخ وفي تعدي بالالفاظ وفي العاب نارية، بيقولوا ان في العاب نارية كانت يعني على خلاف الالعاب النارية الشماريخ اللي بتتلعب دي كانت من مدرج لمدرج يعني تعمل اصابات. الشرطة ما اتحركتش ولا عملت حاجة. لما الاهلي كان في الشوط الاول فايز 1-0، في الشوط الثاني المصري اول ما جاب جون التعادل الجمهور نزل في الملعب ازاي؟ المدرجات المفروض تكون مؤمنة تماما، مفيش اي حد من الجمهور يقدر ينزل للملعب. كل ما يجيب المصري اول ما تعادل 1-1، لما المصري 2-1، لما المصري 3-1، في كل هدف كان بيسجله فريق النادي المصري البورسعيدي كان بتنزل الجماهير الى ارض الملعب. ايه ده؟ فين ايه التسيب ده؟ اذا الامن كان راضي عن هذه التصرفات. اقول لك تصريح تاني، مثلا قيل في بورسعيد من الناس اللي موجودين هناك ان حكم المباراة بتاع مباراة الاهلي والمصري ظلم النادي الاهلي علشان يرضي الجمهور البورسعيدي عشان يخرج بالمباراة الى بر الامان وفشل. يعني في حاجات كتيرة كانت لصالح الاهلي ومع ذلك ان الراجل شايف ان في خطر والتاني برضو كان ممكن يصفر ويلغي الماتش، لكن تخوف، حب يرضي الجماهير، حب يطلع الماتش في صالح المصري. كانت في امور كتيرة تبقى لصالح الاهلي ولكن الحكم الراجل فهيم عمر حب يمشي الامور احسن من المصيبه اللي حصلت دي. كان فاكر ان هو هيهدي الاجواء بالطريقه دي، يعني فاهم لما المصري هيطلع كسبان يبقى هيمتص غضبهم وهم هيهدوا مش هيقوموا باي بلطجه، لكن طلع هي متخطط لها فعلا كده كده زي ما قصتك قلت لنا، يعني كان هيتم اللي حصل ده. بمجرد ان الحكم صفر فهيم عمر الجماهير كانت يعني لو حضرتك ما كانت بالفعل في الاستاد تحت ده بمجرد الصفارة لسه اللعيبة كانت في رجلهم الكرة كانت الجماهير اقتحمت الملعب ومالته، ودي دي مجموعة أبواب اتفتحت والجماهير نزلت منها، مش مثلا ومن أكتر من اتجاه. ده يبين لنا ان كان في تخطيط في تدبير في رضا. تعال نشوف حاجات تاني. أنا شفت لعيبي النادي الأهلي هم بيجروا والجماهير بتمشي وراهم جري طبعا لغاية لما عدى أكترية اللعيبة. شفت اللاعب أحمد فتحي بتاع الأهلي وهو دخل في وسط فصيلة من الأمن المركزي كانوا واقفين خلف المرمى والراجل كان بيترجاهم، يعني إحنا شفنا وقفت وقف وسطهم ما كملش جري، بيقول لهم يعني حوشوا دفعوا امنعوا الجريمة يعني دفعوا عنا. ولما الراجل ما لقاش أي فايدة ولا أي تحرك من جهاز الشرطة كمل جريه. وشفنا الاعتداء على حارس المرمى بتاع الاهلي، وشفنا الجهاز الفني السيد عبد الحفيظ. المنظر كان بيدل على ان هناك تخطيط وتدبير لهذا الوضع، والامن راضي تماما بدليل عدم تدخله ولا بدليل عدم وجود اي نشاط للامن في الملعب. وتعال نشوف حاجه تانية، بيقولوا ان في ابواب اللي كانت في مدرة النادي الاهلي مدير الامن من قبل الماتش بكام يوم اصدر تعليماته بان الابواب دي تتقفل باللحام، لحموها بالحديد. عشان كده لما الجمهور نزل يجري علشان
يخرج من المأزق ده لما جمهور بورسعيد هجم على المدرجات، في مجموعة كبيرة نزلت على باب أو اتنين عشان تهرب، لقيت الأبواب دي مقفولة، وطبعا تكدس، أعداد بالألاف بتجري، ناس داست بعض، ناس اختنقت، غير اللي كانوا موجودين. يعني كان القتل بيتم ازاي؟ اولا مجموعه ماتت وهي عايزه تخرج من الباب المقفول ده، مجموعه ثانيه الجماهير النادي البورسعيدي طلعت فوق في المدرجات وكانوا يمسكوا الجماهير الاهلي او الالتراس او الناس دي ويرموهم من اعلى المدرجات، في ناس مضروبه بالخرطوش، في ناس مضروبة بآلات حادة على رأسها في كسر في الجمجمة، في ناس مضروبة بسلاح أبيض. طب عايز أسأل سؤال، الناس دي دخلت الاستاد ازاي؟ فين التفتيش اللي كان بيقوم بيه الأمن؟ فين دور الأمن؟ ما عندناش حد نسأله غير الأمن. انت دي مسؤوليتك، اللي داخل بسلاح أبيض ده انت ما شفتوش ازاي؟ اللي كان ماسك سكينة ولا مطوة دخل ازاي الاستاد؟ انت عملت ايه؟ ايه الدور اللي قام به الامن؟ عايزين حد يطلع يقول لنا ايه الدور اللي عمله الامن علشان يمنع الجريمة؟ مفيش. الامن كان متفرج تماما في الموضوع، ما شفناش اي دور يمنع به الجريمة. عشان كده بقول لحضرتك ان الامن هو المسؤول الاول والاخير في هذه الجريمة. هل في حسم في الامر حتى بعد وقوع هذه الجريمه؟ هل في حسم في الامر؟ هل في تحقيقات نزيهه؟ هل في ناس هتتحاسب؟ مدير الامن، مدير المباحث، رئيس مباحث مديريه بورسعيد، الضباط اللي كانوا مسؤولين، هل دول حد هيحاسبهم يقول لهم تعالوا انتوا عملتوا ايه؟ هل في ناس هتحاسب بامانه؟ يا سيدتي الفاضله، احنا في احداث الكشح الاولى في 1998 قدمنا بلاغ للنيابة ضد مجموعة من الضباط اللي اعتدوا على الناس وتركوا فيهم عاهات مستديمة، في عاهات، في اصابات وعاهات لغاية دلوقتي. شوفي من 98 لغاية النهاردة في ناس ودنها ما بتسمعش منها، وفي ناس عيونها ما بتشوفش منها، وفي ناس منهم توفت. لما قدمنا بلاغ للنيابة العامة ضد مجموعة من الضباط وراحوا الناس المصابين قدام النيابة وشرحوا التفاصيل وأحالتهم النيابة للطب الشرعي، كانت إيه النتيجة؟ كانت إيه النتيجة؟ النتيجة إنها إصابات مفتعلة. تتخيلي واحد قاعد 34 يوم حبوس، ازاي اصاب نفسه اصابات مفتعله ازاي؟ شوفي كده، حتى يعني وزاره العدل وكلاء النيابه الطب الشرعي كل ده كان بيراضي الشرطه يزعلهمش. طب اتسابونا معلش حتى قدسك، معانا تليفون من الاخ حسن. الو الو، مساء الخير اختي. مساء النور، اهلا وسهلا بيك. ايه مساء الخير لابونا كمان. لو سمحت، نحن نعدي بالشهداء اللي سقطوا بالفريق الفوتبول، اكيد وراها هول الاسلاميين سدين، يعني ما فيها مش في حدا يحكي اثنين فيها انه هول اكيد يعني معروف مدبره من الاخوان المسلمين والسلفيين. وقبل شوي كنت عم بحضر تلفزيون احد القنوات الفضائيه، لو سمحتي لي اتفضل. كان فريق فوتبول منه عربي ولا يعني فريق هو يعني من اعداء مصر، ما راح اذكر اسمه، الفريق منه فريق عربي، يعني بيقولوا له انه توقف دقيق صمت عن الشهداء اللي سقطوا بالفريق الفوتبول بمصر. بيقوم برد عليه هذا الفريق بيقول انا ما بشرفني انه اوقف يعني دقيقة صمت عشان ارواح الشهداء اللي راحوا. الفريق فوتبول يعني كانوا حاطين معنا قبل، كان في قبل ما ينزلوا على الملعب انه طلبوا منهم يوقفوا دقيقة الصمت عن اللي سقطوا ببورسعيد، فهذا الفريق رفض. يعني شوف الحد بين اللؤم والكراهية. وشكرا لكم. شكرا لك. انت احكي الحل بكره بتعرفيه فريق الفوتبول. شكرا لكم. شكرا يا اخي حاتم.
يعني انا مش سامعه كويس. هو كان يعني كان بيقول ان هو للاسف ان هو اللي بيقول ان في ناس بتقول ان الشهداء دولت وثقته او بالتحديد عن حادث بورسعيد ان هو ده وراهم اسلاميين او عامه ان احداث البلطجه دي بوراهم اسلاميين او سلفيين المتطرفين هم اللي بيعملوا ده بس. وكان بيقول عن حاجه تانية برضو في قناه فضائيه تانية اتقالت بس برضو على سخريه من الاحداث اللي بتحصل دي او من الناس اللي بتموت في الاحداث دي. صدقيني احنا بنحمل الامن كل المسؤوليه نحمله. ما هو بالظبط. معلش يا ابونا يعني برضو بقطعك بس يعني في السياق ده هو بيقول ان في ناس بتقول الاسلاميين وراهم بس في طبعا اللي دايما بيتقال لنا ان بتبقى الايدي الخفيه او ان هي الدوله او الفلول النظام القديم لسه موجود لسه بيحرك البلطجيه دول. يعني ده التساؤل برضو البلطجه الزياده اللي هي شايفينها في البلد بالتكرار اللي بتحصل ليه وبالعكس تكرار في ازدياد وبصوره اسوا وبصوره متوحشه اكتر. ده يا ترى فعلا في ايدي خفيه هي اللي بتحرك الناس دي ولا اللي بيلاقوا الساحه مفتوحه قدامهم؟ ما زي ما قصتك اشرت لنا في احداث بتحصل مفيش ليها رادع مفيش حد بيتحاسب فلما بيلاقوا ده طبعا بيلاقوا المساحه قدامهم مفتوحه بيزيدوا فيها بيقدروا يعملوا اللي هم عايزينه. يا ترى ده فلول؟ يا ترى دي قوه خارجيه الناس دي مموله من الخارج هي اللي هدفها تحطيم الصوره الجميله للبلاد او اي صوره حضاريه ممكن تكون فيها زي ماتش كوره لان ماتش كوره سليم ده يعتبر صوره حضاريه كويسه ففي مخطط لهدم اي صوره هدم السياحه هدم الكوره ولا ده بيتحرك بيبقى ايه اللي وراه بالظبط؟ يعني في تحليل قدسك او رؤيه قدسك ده وراه ايه؟ بصي حضرتك تعددت الناس اللي بيعملوا لجان تقص الحق وغيره وغيره وكثير من المحللين اللي جم في القنوات الفضائيه واللي راحوا بورسعيد واللي شافوا كلام كتير اللي يكشفوا التحقيقات النزيهه ده كلام كتير. ناس قالوا ان اللي عمل كده اسلاميين ولهم اغراض وليهم اهداف سياسيه. ناس كتير قالوا ان الفلول وبيقولوا ان في رجل اعمال او اكتر من واحد من رجال الاعمال اصدقاء لعلاء مبارك وجمال مبارك في بورسعيد وهم اللي زودوا الناس بانهم يقتحموا الاستاد ويعملوا على اساس ان يعني الناس تشوف الفرق في ايام مبارك وما بعد مبارك. اولاد يعني ده راي من الاراء. ناس بيقولوا ده نوع من البلطجي. ناس بيقولوا ان ده احداث دايما كانت بين يعني الجمهور البورسعيدي وجمهور النادي الاهلي ما فيش قبول وبرضه بيقولوا الاسماعيلي والاهلي فبيقولوا ان انفعالات بين الجماهير وكده. يعني في حاجات يقدر يكشفها التحقيق النزيه التحقيق الامين. لو في فريق سليم وماشي صح كويس هيقدر يقدم تقرير صحيح 100% يقول دول مين السبب في كده. يعني ليه احنا بنحمل على الامن؟ احنا ايه بينه وبين الامن؟ احنا بنذكر حقائق وبنذكر وقائع. يعني اتنين من التراس النادي الاهلي كانوا قدام لجان مجلس الشعب بيدينوا رجال الشرطه لعدم تدخلهم برغم الاستغاثه. ما ليه انا بقول لك النادي الاهلي حتى لو كان الشرطه حتى لو كان في فلول او لو كان من اسلاميين او كان من بلطجه او كان من جمهور مندفع كان من المفروض ان الشرطه منعت وقوع هذه الجريمه. يعني اقول لك حاجه ايه اللي دخل السلاح او الرصاص او الخرطوش ايه اللي دخله في استاد بورسعيد؟ جا منين؟ فين الشرطه؟ السلاح اللي استخدم في ناس مضروبه بالرصاص جا منين السلاح ده؟ دخل ازاي الاستاد؟ ده كلام يحتاج ان اللجان اللي هتدخل وبتحقق تطلع لنا حقائق صحيحه وتكون لجان حياديه لا تتعاطف لا مع النادي الاهلي ولا مع الالترس بتاع النادي الاهلي ولا تتعاطف مع شعب بورسعيد ولا تتكلم حتى ضد الشرطه ان لم يكن هناك حقائق. لازم نشوف اللجان دي تذكر امور صحيحه تقدم لنا تقرير صحيح وسليم. احنا مش عايزين ننسب تهم اللي يقول مين كده. هي اللجان اللي مجلس الشعب عامل لجنه تقصي حقائق ولجنه تقصي الحقائق في مجلس الشعب ما هي برضو نزلت بيان كده ما اعرفش يعني نهائي ولا ايه توصلت اللجان دي لاربع نقاط
ان الامن مقصر ومنسوب له كل التعب، وحط اربع اسباب. بيقول لك المسافة كبيرة بين المدرجين، اللي بين مدرج جماهير النادي الاهلي وبين مدرج النادي المصري، كانت كفيلة ان يتدخل الامن وقت الاشتباك. دي مسافتين يعني كان المفروض يمنع. نمرة اتنين، اطفاء نور الاستاد قبل انصراف الجمهور على غير العادة. انت خدت البال حضرتك ان بمجرد ما بدأت الجماهير تهجم الاستاد اتطفت الانوار بتاعته؟ ازاي؟ ازاي؟ مين اللي ادى تعليمات؟ في حد برضو كان بيعطي رأي في النقطة دي، بيقول ان المهندس بتاع الاضاءة بتاع الاستاد جات له تعليمات باطفاء النور من احدى قيادات الامن. عشان كده بقول لحضرتك الامن شريك لا محال. جات تعليمات للرجل اللي ماسك الاضاءة ان يطفي النور. ما شفناش ابدا ان في اي ماتش من الماتشات يطفي النور قبل ما كل المدرج ده، لغايه لما الملعب والاداريين وكل الناس تمشي وفي الاخر بيطفوا النور. طفوا النور ليه؟ ثلاثة، الباب الغربي كان مفتوحا وسهل دخول جماهير المصري، وبوابات خروج الاهلي كانت مغلقة باللحام، مما ادى الى تدافع الجماهير، الناس اللي عايزة تهرب، فالتكدس والكثرة والعدد ادى للاختناق. ليه اتقفل باب النادي الاهلي؟ ليه؟ وجود كميات كبيرة من الشماريخ، ده بقول لك الشمروخ الواحد ثمنه 200 جنيه. يعني اذا مين اللي يروح علشان يصرف المصاريف دي؟ كمية كبيرة من الشماريخ اتضربت. اذا حد له غرض وحد له هدف ومتواطئ معاه الجهاز الامن. لذلك احنا لا نحمل جهة من اللي احنا ذكرناهم دول الا بعد ما يطلع تقرير كافي يقول مين المسؤول، ولكن الامن مسؤول في الاول والاخر. دي ما فيهاش حل. يعني معلش يا قدس ابونا، يعني دلوقتي طب كنا عايزين قدسك تعلنين على الامن، الشرطه بالتحقيق بالتحديد وموقفها الغريب اللي بقت بعد الثوره. يعني كانت قبل الثوره موقفها صحيح في امن، بس ما كانتش الجهاز المحبوب برضو، او على الاقل المواطن العادي عارف ان جهاز الشرطه مش هو ده اللي هيجيب له حقه، او يخاف حتى يروح يبلغ او يروح يستنجد بيه، بيبقى عارف ان هو مش ممكن يتهان، ممكن يطلع هو اللي مجرم في النهايه. فكان موقفها برضو ما كانش صورتها اللي كما يجب، او الصوره اللي هي اللي كنا مستنيين نلاقيها منهم. وبعد الثوره بقت موقفها سلبي غريب، يا ترى هم انكسروا؟ الانسحاب بتاعهم ده وسمحهم بحاله البلطجه اللي سايده البلاد دلوقتي، يا ترى هو مخطط؟ هم واخدين اوامر بكده، ولا هم نفسهم يعملوا موقف ايجابي وبقوا خايفين؟ يعني خايفين ان هم لو جم يقفوا ويمنعوا المصري ان هم ينزلوا، ان هم ممكن يتضربوا، لو حملوا يضربوهم او يدافعوا عن نفسهم هيقولوا عليهم ان هم قتلوهم. يعني موقفهم بقوا زي مش عارفين يعملوا ايه، ولا انت قدسك شايف ان هم واخدين اوامر؟ ده مخطط ليهم مرسوم لهم ان هم ياخدوا الموقف السلبي ويسمحوا بالحاله دي؟ موضوع بورسعيد احنا زي ما الصورة اللي واضحة قدامنا ان الامن يعني حسب ما احنا شايفين وحسب ما الناس كلها بتتكلم ان الامن كان عارف ان في كارثة هتتم في استاد بورسعيد وكان راضي عنها وكان بيساعد في الكارثة دي. اما الامن بصفة عامة فالامن في الثورة انكسرت حدته، زي ما شفت حضرتك الناس هجمت على الاقسام والناس هجمت على مباني امن الدولة من كتر التعب والمعاناة اللي عانى منها الشعب المصري سنين طويلة من جهاز الامن. النهاردة جهاز امن الدولة كان متدخل في كل الامور، يعني ما كانش لو في موظف علشان يشتغل يتعين في وظيفة لازم الامن هو في كل الادارات وفي كل شبر من ارض مصر يوجد امن دولة، وما تعرفيش تتصرفي في اي حاجة الا بامن الدولة. فالناس من كتر الضغوط، من كتر الناس اللي اعتقلتهم امن الدولة، من كتر الناس اللي ضربتهم واهانتهم، في ناس كتير ابرياء. امن الدولة عملت ملفات لكل الناس، فعشان كده الناس انقضت على الامن في الثورة دي، وفي ضباط كتير ماتوا من كتر التاريخ بتاعهم السيء. فالامن انكسر، الامن تحطم في ثوره 25 يناير. طب ابونا اعتقد ايام دي لما بيلاقوا فرصه ليهم يا سمر انهم يعني نوع من الانتقام، صدقيني
بيسيبوا حاجة زي كده عشان يقولوا للناس اهو احنا ما تدخلناش وشوفوا انتوا بتعملوا ايه. انا اعتقد ان احنا محتاجين لهم يعني الامن. الامن انا اعتقد ان في حتت كتيرة ما تدخلش علشان يسيب الناس تفتك ببعض. كان ممكن يمنع جرائم كتيرة في بلاد كتيرة. كان ممكن يعني في حوادث عندنا في الصعيد هنا لو حضرتك بتتابعي شوف في ناجي حمادي في ايه وفي بهجورة في ايه وفي اخمين في ايه وفي سوهاج وفي الغريزات ناس بتتقتل وناس بتموت وناس بتتخطف وبتطلب اتوات بالالاف الجنيهات 300,000 وفي اللي بيدفع مليون وفي اللي 600,000. الامن فين؟ ده ساعات كتيرة الناس يروحوا يعملوا محضر يبلغوا الامن بتوع الامن يقولوا لهم روحوا سووا اموركم يعني يدبروا اموركم مع الناس. فين الامن؟ لا بياخد لا لا موقف سلبي. الامن ترك يعني سايب الناس تقطع في بعضيها. الامن مسؤول مهم جدا يعني عايز يقول ان يعني ده الامن حاسس ان ليه طار عند الناس عايز يخلصه فسايبهم يخلصوه من بعد. بص يا ابونا احنا معلش يا بس الاسك في تليفون معنا ناخده ونكمل. معنا تليفون من استاذ طارق فرج. الو. ايوه الحقيقه النقطه واضحه وابونا موضح. مفيش مسؤوليه. انا عايزك كلمتين. الكلمه الاوليه هي وضع لجنب في الحقائق. مهزله كبيره بتاعت لقص الحقائق في مصر. المفروض لجنه تقرر الحقائق تتقرر حقائق الناس كلها شافها وعارفها عرفتها. شافوا دخلوا ازاي الملعب المسافه بالملعب لما تقرر الحقائق تدور على حقائق اللي هي الناس ما شافتهاش. مين اللي الاوامر دي؟ مين اللي ضرك الناس؟ مين اللي ضر الحياه دي؟ مين اللي قفل ولا حبس ولا دحم الناس؟ ليه؟ الكلام ده هو لجنه تقصي الحقائق للجيش. النقطه الثانيه ودي اهم نقطه في مبدا قانوني في المسؤوليه. انا حابين الوضع شويه في التاريخ ايام قدماء المصريين. القدماء المصريين الفرعون كان فرعون بيعتبروا اله. لا معلش صوت حضرتك بيقطع جامد. الصوت بيقطع جامد. انا سمعت يعني لو قدس ابونا كنت سمعته معانا هو كان بيتكلم على لجنه تقصي الحقائق. هو الخط قطع وهيعاود المفروض الاتصال تاني. الصوت كان بيقطع جامد. انت قدسك سمعته؟ لا كان بيقطع بس انا سامع كلمه لجنه تقصي الحقائق. يعني مش عارف هو بيقول ان يعني معترض على اللجان دي ولا حس انها مش شغاله ولا ايه بالظبط. يعني بيقولوا ان هم ما بييجوا المفروض لجان تقصي الحقائق المفروض تجيب لنا الحاجات اللي احنا مش عارفينها. يعني ما يقولولناش الحاجات اللي بالفعل احنا شايفينها قدام عينينا. المفروض يعرفوا مين اللي ادى الامر، مين اللي ادى الامر للامن عشان ينسحب، مين اللي ادى الامر ان البيبان دي تبقى مفتوحه. يعني زي ما قدسك بتقول بيبان المصري تبقى مفتوحه والبيبان بتاعه الاهلي اللي هم التراس الاهلي تبقى مقفوله مش عارفين يهربوا منين. مين ادى الامر بان النور يطفي؟ مين بالتحديد؟ يعني المفروض يعني مهمه اللجان دي تجيب الاسماء دي. يعني للاسف اللجان دي بنلاقيها بتنعقد كتير جدا بس ما بنلاقيش فيها نتيجه محسومه. التليفون الاتصال عاود معانا يا ابونا نكلمه ونكمل بعدين مع حضرتك. طيب معلش يا ابونا. الو. ايوه استاذ طارق. ايوه انا معاكم مره ثانيه. طب حلو الصوت كده حلو جدا كده. اتفضل حضرتك. يعني احنا تابعنا اول طيب. نقطه مع حضرتك عن لجان تقصي الحقائق. تاني نقطه أيوة حضرتك كنت بتتكلم فيها. لجان تقصي الحقائق مفروض انها تجيب الحقائق اللي الناس ما شافتهاش، تدور تتقاصى الحقائق الحقيقيه، تشوف مين اللي ورا الاوامر دي، مين اللي ادى امر بطفي النور. الاحداث بتتكرر ولجان تقاصي الحقائق بتتكرر ونفس النتيجه والمهزله. انا بعد كده بتكلم اعلق على نقطه عامه ودي اخطر نقطه في الموضوع كله. انا هخش للنقطه ايه المسؤوليه؟ مين المسؤول عن كل ما يحدث النهارده؟ مش الامن اللي مسؤول، هو المجلس العسكري النهارده. انا هرجع بالتاريخ 5000 سنه واوريكم ايه معنى المسؤوليه. ايام الفراعنه كان الفرعون بيعتبروه اله، ومع ذلك هذا الاله لما تخشي المقابر بتاعه الفراعنه تلاقي مكتوب ازاي هذا الاله بيتحاكم في الاخره. بيقول انا ما ظلمتش حد، أنا ما وقفتش ضد مظلوم، أنا ما سبتش واحد مظلوم من غير ما انصفه. شايفة قد إيه الناس الآلهة دي بيحسوا بمسؤوليتهم عن كل فرد في المجتمع.
النهارده نبص نلاقي المجلس العسكري واضح جدا هو الرأس، هو اللي مسؤول عن كل واحد تحته. الأمن اللي مسؤول هو رئيس الأمن، هو وزير الداخلية. احنا ازاي بنهرب المسؤولية من الرأس الكبيرة ونقعد نحاول نمسك الرؤوس الصغيرة؟ لازم نمسك رأس الحية مش نمسك ديل الحية. هي ديل الحية، رأس الحية طالما مفقودة كل ده بيحصل وبيتكرر، وزي ما أبونا قال في الكشح في أطفيح في كل حتة هذا المنظر هيتكرر. رأس الحية مازالت موجودة، وديل الكلب ما ينعدل ولو علقوا فيه قالب. انتبهوا انتبهم، في التخريب واضح والمسؤولية واضحة. ما تتجنبوش المسؤولية، لازم نعرف مين العدو، مين المخرب ومين المدمر ونروح وراه، ما نمسكش الديل. وشكرا. شكرا يا استاذ طارق، شكرا لحضرتك. اتفضل يا اتسابونا. طبعا كلام صح طبعا صح. عشان كده واحنا بنتكلم بقول لحضرتك احنا يعني ما نحكمش قبل الاوان، قبل المواعيد. يعني احنا عايزين لجنة تقصي الحقائق دي اللي خرجت من مجلس الشعب تذكر وقائع فعلية وحقيقية ولا تجامل احد. يعني افرض ان العيب فعلا تأكدوا انه من لم تتقدم تقارير وتعلن، مش تبقى في الأدراج، تقدم التقارير دي في العلن وكل الناس تشوفها وتتحاسب الناس المخطئة. فعلا هو ده الكلام الصح زي ما الأستاذ طارق بيقول، ان يعني عشان كده انا بقول لحضرتك لازم لجان تقصي الحقائق دي تقدم تقارير قوية ومظبوطة. يعني في حاجات كتيرة، مثلا لما نيجي نتكلم على الامن مثلا زي ما احنا اتكلمنا في مواضيع، انا اتفرجت الاسبوع اللي فات ده على قناة النهار، كانت جايبة برنامج اخر النهار بتاع الاستاذ محمود سعد يوم السبت، وكان فيه الاستاذ جورج اسحاق هو من بورسعيد، وكان فيه واحد نائب مجلس عضو في مجلس الشعب اسمه الاستاذ نصر عباس، واحد محامي اسمه جمال عيد، كانوا ضيوف البرنامج، كانوا بيتكلموا بأمانة وكانوا بيتكلموا كلام كويس وكده. يعني سؤال من الأسئلة اللي محتاجة فعلا حد يجاوب عليها، انهم امسكوا في استاد بورسعيد طلقات الخرطوش الفارغة، مسكوا الطلقات اللي استخدمت، يا اما الامن ضرب الخرطوش ده يا اما الاهالي، وفي كلا الحالتين محتاجين حد يرد اذا كان الامن ضرب مين وضرب ليه، اذا كانوا الاهالي طب مين اللي سمح لهم بدخول الاسلحه دي. عايزين اللجان دي تفتش في النقاط المهمه دي وتجاوب عليها وترد على الناس. هل فعلا حضرتك تم ضرب المجرمين الحقيقيين، ولا الامن قعدت وروح مسك له شويه من الناس زي ما مسك في اول يوم 57 وما اعرفش وصل العدد لكام دلوقتي؟ هل فعلا وضع الامن ايده على الناس المجرمين الحقيقيين اللي ارتكبوا هذه الواقعه، ولا ده كلام يعني علشان نمسك زي موضوع مسبير وكده نروح ماسكين العاطل في الباطل وناخد المسيحيين الابرياء اللي اتبهدلوا نحطهم كده في نحبسهم في هم الناس ما عملوا ايه المسيحيين في مسبيرو؟ عملوا ايه؟ ماتوا واتدهسوا بالمدرعات وبالرصاص، وفي النهايه تم القبض على مجموعه كبيره منهم قعدت مرميه في السجون واتبهدلت. احنا عايزين فعلا لجان تقصي الحقائق تطلع تقرير صحيح وتسال الناس المسؤوله دي وتسال كل حد موجود كان في الواقعه دي. يا ناس دي نفوس ربنا ما يرضاش عنها انها تموت بهذه الطريقه، دي نفوس ربنا يحاسب عليها. مين اللي ادى امر ان الناس دي تموت 74 ولا 75 ولا اكتر، وكم من المئات الناس اللي اصيبوا؟ يعني ايه واحد رايح يتفرج على ماتش كوره يرجع جثه؟ يعني فين الامن وفين تكتر خير الاسر، تكتر خير الاب والام اللي بيحتملوا ان يجي لهم خبر ابنهم مات. كلام محتاج فعلا زي ما الاستاذ طارق بيقول، محتاج ان احنا
نرجع الامور لمصدرها. طبعا اذا كان الامن زي ما احنا متوقعين وزي ما احنا سامعين، وبعض الناس اشتركوا مع الامن او كانوا باتفاق مع الامن، تحاسب كل القيادات وتتمسك الناس اللي تممت، لان اللي عملوا الجريمه دي اللي في الاستاد، لكن هناك اشخاص ما كانواش موجودين في الاستاد اللي دبروا وخططوا. في اشخاص يعني يقال ان في 4 اتوبيسات، برضو ده كلام ورد، يعني في 4 اتوبيسات دخلوا استاد بورسعيد قبل نهايه المباراه بربع ساعه ولم يتم تفتيشهم. طب دول ازاي وجايين يعملوا ايه قبل نهايه المباراه؟ ايه الدور اللي جايين يقوموا بيه والامن ما فتشهمش؟ يبقى اذا في مخطط من ناس يعني كبيره بتدور من اجل ان البلد ده ما يستقرش وان البلد دي ما تستريحش ابدا. دي حاجات واضحه يا استاذ السمر، محتاج فعلا انها تبقى تعلن، امور محتاجه انها تعلن على الملأ قدام كل الناس. عمل مجلس الشعب لجنه تقصي حقائق وطلع لنا الكلام ده. في حاجه تانية، ما يقرب من 1000 من افراد وامناء الشرطه بيمثلوا كل مديريات الامن بالمحافظات، عملوا زي ندوه، حملوا وزاره الداخليه واتباع حبيب العدلي الموجودين وما زالوا يعملون وطالبوا باقالتهم. ده مؤتمر لامناء الشرطه بقاعه الاجتماعات باداره المرور، طلعوا بيان كده بيقولوا نحمل ما حدث في بورسعيد لوزاره الداخليه ولرجاله حبيب العدلي. عايز اقول لحضرتك ان الوزير والمعاونين بتوعه في السجن، لكن هناك قيادات اخرى كانت ايام العدلي موجوده حتى الان موجوده. ياما في نائب مدير امن وفي رئيس مباحث وفي مدير مباحث وفي كل دول كانوا من ايام وزاره حبيب العدلي وما زالوا يحملون نفس الفكر وما زالوا يعيشون بنفس المناهج التي كانت تعيش بها وزاره الداخليه قبل الثوره. كل ده كلام وارد. شوف امناء الشرطه يعني من داخل الوزاره عملوا مؤتمر قالوا ان المسؤول وزاره الداخليه. محتاجين مصارحه قدام الشاشات وقدام العالم. ده احنا بقت صوره مصر سيئه جدا يا سيدة الفاضله، صوره مصر سيئه جدا على مستوى العالم كله. يعني ايه ناس بتتفرج على كره يحصل هجوم بهذه الصوره الغوغائيه ويموت هذا العدد وتحصل الكوارث دي واصابات ومستشفيات والدنيا تتقلب؟ كان فين محافظ بورسعيد ولماذا لم يحضر الماتش؟ وكانت فين التدبيرات؟ ده لما يكون في فريق زي فريق النادي الاهلي رايح محافظه، لما بيجي كان الاهلي في سوهاج ايام ما كانت سوهاج في الدوري الممتاز، كان المحافظ يبقى في الماتش والمحافظ ينسق ويدبر من قبل مجيء الفريق بفتره ويشوف الامن عمل ايه ويطلع على كل المجهودات وكل الظروف اللي يقوم بها الامن. فين الكلام ده؟ لماذا لم تتم كل هذه الاجراءات في هذا الماتش بالذات؟ اذا هناك يد خفيه بتعاون من الشرطه لتدمير مصر، مفيش كلام. جهاز الامن مشترك. تعال نشوف النهارده في شارع محمد محمود، بص كده على الشاشات جايبه على الهواء مباشره، شوفي الشرطه من بعد احداث بورسعيد دي بتعمل ايه في شارع محمد محمود. بيضربوا بالخرطوش، شوفي كام المصابين وناس ماتت، بيضربوا بالغاز المسيل للدموع اختناقات. طب يعني نشوف ان الامن بيكذب، الامن تلاقيه يصدر بيانات نحن لم نستعمل الخرطوش، احنا بستعملها يعني حتى في ايام الثوره وشهداء الثوره بتاعت 25 يناير. هل هناك اقرار بان الامن استخدم اسلحه ناريه سواء اليه او سلاح الخرطوش علشان يفض المظاهرات دي؟ الكل بيقول ما حصلش، رغم وجود فوارغ في ايد المحكمه بتقول ان تم ضرب المتظاهرين بالخرطوش.
ايوه يا ابونا، يعني ده بالنسبه للامن، بس برضه في يعني جانب يخص الشعب، ان الشعب واستغلاله للظروف والاستغلاله للصوره اللي الامن عليها دلوقتي، سواء اذا مش يعني عيب نقول ان الامن خايف يتصدى للناس، يخاف يفتش الناس وهم داخلين الاستاد، في ثقافه برضه غايبه عند الشعب، احترام الامن، احترام النظام. في فئه كبيره من الشعب المصري برضه احنا مش هننكر ان في جهل، بتستغل الظروف المتاحه دي والتكاسل الامني اللي حاصل، بتستغل ده وبتعمل احداث بلطجه. طبعا لا ننكر هذا، ان في يعني في عصابات وفي ناس استغلت هذه الاحداث. انا بقول لحضرتك لو قعدت ترصدي كل الحركات اللي تمت على مستوى المحافظات، انا هتكلم على الجنوب هنا، عدد كتير جدا تم اختطافه، عصابات مسلحة، يعني كم من السيارات من الكشح هنا، انا اتكلم على بلدي، وهي جاية مثلا في الطريق عصابة توقف العربية دي وتنزل الناس اللي فيها وتاخد العربية دي، ان كانت محملة غلال او محملة بوسطة او محملة اي حاجة من مكاتب الشحن، تستولي على العربية دي، وبعد ما ياخدوا الحاجة اللي عليها يطلبوا أتاوة علشان يردوا العربية. أشخاص زي كده، أنا فاكر 2 دكاترة في نجع حمادي طلبوا فيهم 600,000 والناس دفعت علشان بدل ما يموتوا. أنا فاكر في عربية كبيرة نقل بمقطورة من الكشح كانت محملة حديد، تم تنزيل الحديد في إحدى قرى نجع حمادي على الطريق أو قرى دشنة، خدوا الحديد وبالعافية الناس جابوا العربية بتاعتهم. في فرق طبعا وفي عصابات خرجت، وفي ناس اللي لسه ما رجعوش السجن اللي هاربوا في أيام الثورة، دول برضو عاملين دوشة كبيرة وعاملين يعني في البلاد زعر للناس. عصابات، في طبعا بلطجة لا ننكر كده، بس هل البلطجة دي، هل الأهالي الناس البسيطة التي لا تملك أي شيء تدافع به عن نفسها هي اللي هتتصدى لهذه العصابات وهؤلاء البلطجية؟ هل احنا هنطالب الناس؟ طب سلحوا الناس، اعملوا زي ليبيا، الدولة تعمل زي ليبيا لما ايام الثورة بتاعت ليبيا، ان كانت كل الناس ادوها اسلحة. طب يدوا للناس اسلحة عشان تدافع بها عن نفسها، ولا مفيش اسلحة عند الناس الا مع المجرمين والبلطجية والقادرين والعصابات؟ والناس الغلابة دي تروح فين؟ تروح فين الناس البسيطة دي التي لا تملك انها تدافع، اللي ما عندوش عصاية في بيته ده يعمل ايه؟ لا اكيد طبعا مرفوض، ومش ده اللي بنتمناه نلاقيه ابدا. بنتمنى ثقافة ووعي عند الشعب المصري واحترام للامن، وجهاز الامن يكون فعلا على المستوى اللائق بيه، اللي بيجبر الناس ان هي تحترمه وتتحامى فيه، مش يا اما تبقى كرهاية بتخاف منه، يا اما بيعتدوا عليه وبيسخروا منه. بنتمنى ان الصور المؤسفه دي تنتهي، ومن لجان تقصي الحقائق انها فعلا تقوم بدورها المطلوب منها فعلا، ومحاسبه الجاني والمسؤول مهما يكون مكانته بالمحاسبه حقيقيه مش محاكمات وهميه، هو ده اللي هيظبط الموضوع وهيظبط وهيرجع الامن للبلد، وهيخلي الناس عندهم ثقه في اللجان دي وثقه في الجهه الحاكمه ايا كانت الجهه الحاكمه. احنا وصلنا لنهايه الحلقه، اتفضل يا ابونا. لازم حضرتك تتم المواجهات الصحيحة، يعني جهاز الشرطة كما تعود ان يكذب. لو جينا نسأل النهاردة يقولك احنا امننا استاد بورسعيد كل التأمين، انا سمعت مدير الامن هو بيقول كده، عملنا كل الواجب وعملنا ما استخدمناش الشرطة الاسلحة الخرطوش. تعال نشوف الاستاذ محمود الغزالي مراسل قناة النيل للاخبار، وهو مضروب وشاف الضابط اللي بيضربه بالخرطوش والراجل في المستشفى بتتعمل له عملية في عينيه. احنا عندنا سؤال مهم نختم به الحلقة زي ما حضرتك بتقولي، اتفضل. هل ستحاسب هذه القيادات، ضباط الشرطة دول وقيادات الشرطة، هل سيحاسبوا يقدموا لمحاكمة عادلة، ولا نرجع زي ما قلت لحضرتك في الماضي؟ عشان كده بنقول احداثنا تتكرر، زي ما في الماضي كانت هناك تبرئة في كل المواقف وكل الأحداث اللي ارتكبتها الشرطة كانوا بيتبرؤوا، احنا عندنا الناس اللي اعتدوا على الأقباط في الكشك سنة 98 الوزارة كافأتهم بحاجتين، ادتهم مكافأة مالية
واعطتهم مراكز وحطوهم في مواقع ما كانوش يحلموا بيها. احسن اماكن في الشرطه اخذوها الضباط والقيادات اللي اعتدت على المسيحيين في الكشك. احنا كنا نشتكي يبرأوا الضباط ويطلعوهم ناس كويسين، ونشوف حتى الاعلام يكتب عنهم. انا فاكر الاستاذ سمير رجب في يكتب عنهم ان كانوا ابرياء. فجهاز الشرطه بيكذب، ولكن احنا محتاجين محاكمه عادله، محتاجين ان الناس اللي اخطاوا يظهروا ويتقدموا. احنا متألمين جدا بعد مرور هذه السنين في احداث الكشك. كنا نتمنى ان الثوره تغير هذا الوضع، ولكن للاسف الشديد ما زلنا نعيش نفس الروح القديمه، ولذلك احداثنا تتكرر. للاسف تتكرر، وبنتمنى فعلا زي ما قدسك بتقول المحاكمه العادله هتكون هترضي الناس، وهتخلي فعلا كل امالهم ورجائهم هيكون في جهاز الامن والشرطه اللي هو المفروض ممثل في الشرطه، وهيكون عبره للضباط التانيين اللي في الشرطه. لو في واحد بيتحاسب هتكون عبره لزمايله ان هم فعلا يشتغلوا ويعملوا دورهم اللي هو مطلوب منهم من غير اي تجني. نتمنى ان لا تتكرر هذه الاحداث مره اخرى، وننتهي من عهد البلطجه ونشوف جهاز شرطه يكون لائق بينا كده وزي ما بنتمناه. بنشكر قدسك، متشكرين يا قدس ابونا، وان شاء الله في حلقه قادمه احداثنا تتكرر.